طبعا الاحتجاج هذا الموجود اليوم بخصوص موضوع انقطاع المياه وعدم التواصل من مصلحة المياه مع المجالس والبلديات، وهذه صفت مشكلة كبيرة موجودة عندنا، لأنه بتحكي على 20 يوم انقطاع مياه، هذه مشكلة. والتعامل بالطريقة هاي من مصلحة المياه مع المجالس وعدم الرد على المكالمات والتنسيق لانقطاع المياه، هذه كانت مشكلة كبيرة. عشان هيك احنا كنا واضحين، احنا بالنهاية نعرف انه في أزمة، بس بالنهاية لما يكون في أزمة لازم يكون في حلول، والحلول هاي لازم يكون في تنسيق وتعاون مع المجالس بالنهاية. أما لا يجوز أنه إحنا نيجي نقول بدنا نقطع 10 أيام ونقطع 15 يوم، هذه مشكلة كبيرة. لازم إحنا نتفق على آلية أنه بدنا نقطع 5 6 أيام 10 أيام بالنهاية، عشان نعلم المواطنين أنه الناس تأخذ حذرها وتأخذ احتياطاتها. أما ما بجوزش أنه المصلحة تسوي لنا مشكلة زي هاي، لأنه أنا المواطن بالنهاية بدكش في المصلحة، كان المواطن كان بدك في البلدية وفي المجلس. يعني المشكلة الأكبر أنه التوزيع يعني مش منصف، يعني أنت بتعطي مناطق كل يومين ثلاث في الأسبوع وبتترك المناطق الثانية لعشر أو 15 يوم، وهذه مشكلة كبيرة. أنا كمواطن حقي الطبيعي أني أحصل على المياه بشكل منيح منتظم، أنا ما بدي أقعد انصاص الليالي أجت المي ما جتش المي، بعدين بقدرش أني أشتري تنكات المي. يعني قالوا صعدنا تنك المي، روحنا جيبنا تنك المي بقول لك 500، اللي قال لك اللي صعد التنك روح جيبه. شايف الظروف الاقتصادية اللي بنمر فيها أمور صعبة السنوات اللي فائتة أجا، أنا حقيقة لم أشعر. أي نعم إنه سلطة المياه بتقدم بشكل صحيح، بتنهك موظفيها، بتعمل جهدها، لكن هذا غير كافي. يعني اليوم هي قالوا إنه المشكلة في سلطة المياه، إحنا معاهم، بوش نتقدم على وزارة المياه أو سلطة المياه الفلسطينية مع مصلحة المياه ونطالب نشوف وين الخلل. الضغط الإسرائيلي هو الفريق السلطوي من الرئيس، من حسين الشيخ، من سلطة المياه، هذول هم الفاعلين. اما احنا كمواطنين طبعا تضررنا، اصبح المواطن يدق في الموظف، الموظف تتكاتل معاه. المطلوب هو من مصلحة مياه كما تعلمين هي وسيلة لإيصال المي، ليس هي صاحبة القرار وليس من صناع القرار ولا هناك وثيقة، هناك صاحب القرار هي سلطة المياه. المطلوب منها الضغط على هذا المحتل من أجل زيادة كميات المياه، وخصوصا نحن في فصل الصيف. فصل الصيف كما تعلمين هناك ازدياد في استهلاك المي ما يعادل مرة ونص عن فصل الشتاء. اليوم احنا عودة المغتربين، تخفيض كميات المي بشكل ملحوظ وهائل، تذبذب في الضغط أدى إلى عدم تشغيل المطخات. هناك المواطن يطالب يوميا بإيصال المي له، وكما تعلمين هذه المشكلة حصلت تؤدي إلى خلل في توزيع المياه. السبب الرئيسي هو عدم وجود كميات مياه كافية لهذا الشعب، أدى إلى مشاكل في التوزيع. يعني نطالب صناع القرار بالإصدار فورا لهذا المحتل بالضغط عليه من أجل كميات مياه أخرى.